ننتقل إلى أسواق الطاقة، حيث انخفض سعر برميل النفط الكويتي الدولار و29 سنت ليبلغ بذلك مستوى 81 دولار و86 سنتا للبرميل وفقا للسعر المعلن من قبل مؤسسة البترول الكويتية. أما عالميا فقد ارتفعت أسعار النفط، حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت 1% إلى مستوى 81 دولار و44 سنتا للبرميل. كذلك ارتفع خام غرب تكساس 80 سنت لتبلغ بذلك مستوى 74 دولار و75 سنتا للبرميل.